وانطلاقات هذا اليوم لسن الثنايا لأبناء القبائل. تهانينا لكل الفائزين في أشواط صباحي هذا اليوم، نتمنى التوفيق لكل المنطلقين مع انطلاقة هذا الشوط الذي يحمل منافسة الأبكار الثنايا المهجرات لأصايل هذه المسافة الماراثونية اللي نشهد بها هذه التحديات في هذا اليوم ضمن مهرجان سمو لعهد دبي عبر هذا النقل الحي والمباشر من قناة دبي ريسنج وقناة ياسر الرياضية والقنوات الناقلة لإحداثية هذا المهرجان السنوي الكبير. نسير مباشرة إلى مقدمة الشوط إلى المركز الأول والبداية الأولى من تتقدم هنا على المركز الأول الظبي لأحمد بن سلطان الحلامي يتقدم على الصدارة وعلى البداية، بينما نقلتنا مباشرة إلى المركز الثاني، وفي المركز الثاني يشوف الانطلاق مع ثاني المراكز من شعار بن منانة يقدم مشاهدينا الكرام اللي هي أمجاد مختوم بن سعيد بن منانة يتقدم على المركز الثاني في هذه اللحظات. المركز الثالث نقلتنا مباشرة لنتابع الانطلاق من قبل اللي هي هماليل، هماليل عبد الله بن عتيج بن عبيد الرميثياتي على مستوى المركز الثالث، بينما ناخذ اللي على المركز الرابع اجد شعار المتحدي على ظهر عبره قادمه لسعيد بن منانه بن غدير الاكتبياتي على المركز الرابع، بينما في خامس المراكز ياتي هنا على المركز الخامس شعار الصمود متواجد على ظهر المتحدة أحمد بن محمد بن العضيلي العامرياتي على المركز الخامس، بينما في سادس المراكز وتابع هنا ظما غادم محمد بن مهير بن سعيد بن صايغ المزروعي ياتي على المركز السادس، بينما في المركز السابع وتابع اللي غادمه هذه المتحدة سهيل بن مسلم بن قنزول العامرياتي على المركز السابع، بينما في المركز الثامن نشوف اللي غادمه هذه راهية علي بن سالم بن علي الاكتبي، وتاسع المراكز عندك يا بالخرس مقدم لنا راهية علي بن سالم بن علي بالخرس الاكتبي يتقدم، نعم بينما في المركز التاسع نعم هذه الان مرضية لسلطان بن سعيد بن راشد بن دغيش، والمركز العاشر هنا متواجد الفايزة لسعيد بن احمد بن حلوة الاكتبي. هذه مشاهدين الاعزاء ومتابعين الكرام نتيجتنا وندائنا للعشر المراكز الاولى التي تسير في ناموس هذا الشوط، بينما كميه هائله من الاسماء والشعارات اللي مختلفه بالوانها المشاركه في هذا الشوط وفي مهرجان سمو لعهد دبي. الكل الان يبحث عن الانجاز خصيصا اليوم مع مسافه 8 كيلومترات، مسافه التحمل والتكتيك والمراقبه لدى هذه الذلل التي تسير اللي تبحث عن الفوز وعن الانتصار. عودة مباشرة إلى مقدمة الشوط، عودة إلى المركز الأول، وهذه الظبي بشعار الحلامي، بشعار الحلامي أحمد بن سلطان الحلامي مسيطرا مع الظبي اللي ترقص رقص الظبا في مقدمة الشوط. وفي المركز الأول، بينما في المركز الثاني وفي المركز الثاني أمجاد تأتي لمكتوم بسعيد بن منانة يأتي الآن على المركز الثاني، بينما الغادمة الآن واللي واصلة هذه عبرة غادمة بشعار سعيد بن منانة بن غدير الاكتبي يأتينا الآن أبو سالم ليتقدم بهذا الشعار ليقدم لنا متابعين الأعزاء الهلال عبره، بينما الان المتحده مع راعي الصمود ياتي الان ليبحث عن الانتصار، يتقدم احمد بن محمد بن العضيلي العامري ياتي الان على مستوى المركز الرابع، بينما في المركز الخامس الان اللي واصله في هذه اللحظات هذا اللي تقدم الظمى لمحمد بن مهير بن سعيد بن صايغ المزروعي.
بينما ناخذ اللي على المركز الخامس. وبالمركز الخامس هذه تكريم لمسيعد بن محمد بن مسيعد المنصوري. هل الظفره غادبين، اهل الظفره واصلين بقوه يبحثون عن الانجاز من خلال هذه الانطلاقه على مستوى المركز السادس وسابع المراكز. هنا الان تاتينا راهيه لعلي بن سالم بالخرس الاكتبي يقدم لنا راهيه على مستوى المركز السابع. المركز الثامن هذه هماليل، هماليل قادمه مع مستوى المركز الثامن يقدمها عبد الله بن عتيج الرميثي. وتاسع المراكز هذه مياسه لحمدان بن راشد بن سالم الشامسي. وعاشر المراكز بن حلوه متواجد بانطلاقه الفايزه اللي تبحث عن الفوز، اللي تبحث عن التكريم الان يقدمها مشاهدينا الاعزاء ومتابعين الكرام. سعيد بن احمد بن حلوه هذه مراكزنا. هذا ندائنا الثاني اكملنا لحضراتكم مع منتصف المسافه انقضت الاربعه كيلومترات، والان بدينا في الاربعه المتبقيه عن الفوز عن الانتصار وعوده الى شعار الحلامي اللي اختطف اول اشواط في هذا اليوم. شوط المحليات ذهب مع الحلامي، والحلامي يبحث عن المزيد من الانجازات من خلال تقدمه وانطلاقته في صباحي هذا اليوم. بينما في المركز الثاني، في المركز الثاني هذه الان هذه تتقدم ضمة محمد بن مهير بالصايغ المزروعي يقدم لنا ضمة. في المركز الثاني تاتي الان بينما الغادم الان هذه عبر لسعيد بن منانه راعي حرير متواجده بالانطلاق، الراعي خوف اللي ما عليه خوف مع هذه المنافسات القويه دائما في المعارك القويه. يتقدم الان بمتابعه المتحدي دائم في التضمير وفي الشطاره وفي المتابعه ابو احمد. بينما ناخذ اللي على المركز الرابع، وبالمركز الرابع هذه هي الان تاتي هنا تكريم مسيعد بن محمد بن مسيعد المنصوري بن قران. هذا بن قران على ما اعتقد اللي واصلنا الان مع المركز الرابع. المركز الخامس هذه راهية وابو حياب يقدمها علي بن سالم بالخرس الاكتبي مقدم لنا سلالة راهية الان مع المركز الخامس وسادس المراكز. راغب اللي غادمه الان هذه مياسة واصلة حمدان بن راشد بن سالم الشامسي يتقدم مع سادس التحديات. المركز السابع، المركز السابع هذه أمجاد لمختوم بن سعيد بن منانة يقدم لنا أمجاد على مستوى المركز السابع في هذه اللحظات. المتحدة تأتي على المركز الثامن لأحمد بن محمد بن العضيلي العامري يتقدم على المركز الثامن. المركز الثامن هذه الفائزة محمد بن أحمد بن حلوة يأتي على المركز التاسع وعاشر المراكز. من القلان هذه هي الغادمة في هذه اللحظات واللي وصلت وشل لحمد بن محمد بن سالم لهيبي ضيفنا من سلطنة عبان ممثلا لهالي برزمان في المنافسات القوية وفي المهرجانات. هذه هي مراكزنا الأولى، ولكن بدينا لا نتجه نحو مغسورة الرئيسية اللي أيضا تحكم أو أيضا تحسم أيما زمام الأمور في هذه الانطلاقة. وعوده إلى الشامسي، عودة إلى الشامسي، والشامسي يبغي السلامات إلى أهالي العين، إلى أهالي العين من خلال تقديمه لمياسة. وهذه السلالة السوغانية تؤكد حضورها مع الصدارة حمدان بن راشد بن سالم الشامسي اللي تقدمت الآن في المقدمة والبداية. بينما الظبي قادمة مع أحمد بن سلطان الحلامي أحد أشهر الملاك في دولة الإمارات مع هذه الرياضة العربية الأصيلة يأتينا الآن ليقدم لنا الظبي على المركز الثاني. والفائزة هلال وصلت الفائزة وغيرت الفائزة تنتقل من مركز إلى مركز آخر. يأتي محمد بن أحمد بن حلوة أيضا مقدم لنا هذه الانطلاقة
من انطلاقة الفايزة. المركز الثالث والمركز الرابع، المركز الرابع هذه راهية لعلي بن سالم الخرسة الاكتبي، والقادمة هناك اللي واصل أمجاد، أمجاد مكتوب بسعيد بن منانة. ركز يا أبو علي من خلال هذه الانطلاقة وراغب، وش القادمة، وش القادمة مع أحمد بن محمد بن سالم الوهيبي. بدأت المعركة الآن، قادمة هناك المتحدة، ياتي أيضا أحمد بن محمد بن العضيلي العامري، وبدينا الآن مع 800 متر الأخيرة. روح يا الحلامي روح، روح مع الظبي الآن، صدر التعليمات على انطلاقة الظبي، الظبي 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 أحمد بن سلطان الحلامي. دير بالك، دير بالك يا الحلامي، دير بالك من وشل اللي قادمه، وشل أحمد بن محمد بن سالم الوهيبي. ياتي على المركز الثاني وروح يا قادمة، راه يا قادمة علي بن سالم الخرسة الاكتبي، ثلاثية ثلاثية جميلة. بن منانة قادم، بن منانة مع أمجاد مقدوم بسعيد بن منانة قادما في هذه المعركة، ولكن وشل، وشل يا وشل، وشل انطلقت إلى أهالي السلطنة، إلى أهالي برزمان في ولاية المضيبي، انطلقت بالأداء الجميل مع ممثل السلطنة الدايم. ياتي هنا أحمد بن محمد بن سالم راعي العرية الوهيبي، ياتي مع المركز الأول. سلام 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 يا الوهيبي، سلام سلام لأهالي السلطنة، تحية تحية لأهالي ولاية المضيبي وسلالة شاهين المليون، أحد بنوك الإنتاج في محمية راعي العرية. تهانينا والناموس لحمد بن محمد بن سالم الوهيبي على فوز وشل. المركز الثاني أمجاد مكتوم بسعيد بن منانة، المركز الثالث راهية لأيضا علي بن سالم الخرس، المركز الرابع عندك محمد بن أحمد بن حلوة، المركز الخامس الظبي لأحمد بن سلطان الحلامي. هذه هي مشاهدين الأعزاء نتيجة للخمسة المراكز الأولى، وشاهدنا المتعة والإثارة مع هذه المسافة الماراثونية وملتقى هذه الشعارات الكبيرة. عودة إلى التوقيت الزمني، ساعة وصولها إلى خط النهاية اللي هي وشل ب 12 دقيقة 25 ثانية، ستة أجزاء من الثانية. تهانينا لحمد بن محمد بن سالم الوهيبي على فوز وشل بالمركز الأول. المركز الثاني وصلت مشاهدينا الأعزاء اللي هي أمجاد ب 12 دقيقة 29 ثانية، سبعة أجزاء من الثانية. تهانينا لمكتوم بسعيد بن منانة على اختطافه للمركز الثاني، مشكور خميس بسعيد على هذا الأداء. المركز الثالث وصلت الآن راهية ب 12 دقيقة 30 ثانية، سبعة أجزاء من الثانية. تهانينا لبو حياب علي بن سالم الخرس الاكتبي، تهانينا لجميع الفائزين.